بعد تشيسنج اب كبير جدا بيتعادل وبيوصل لل 79 79، لكن بصراحه هو السكور بتاعه احسن مني. يعني خلينا نقول ان بصراحه كابتن حازم احسن مني في اللعبه دي، لكن انا في الصيف هجتهد وهشتغل على نفسي كويس والسنه الجايه هكسبه ان شاء الله. مش هبقى تعادل الحمد لله. انت عندك خبره اكتر مني في اللعبه دي. عندنا ال 21، احنا كام السكور؟ قرن ال 21 توتال سكور عندنا 21 اسمها ايه دي، فكويسين يعني مش وحشين. احنا نعتبر من السكور من الاوائل يعني الناس اللي في العالم، مش عارف ال 500 ولا ال 1000 صح يا فاروق ولا كام؟ ها؟ 2100 مش وحشين على مستوى العالم، ده في 7 مليون بيلعبوا يعني. لا لا انا كويس. فكويس بالنسبه لاول سنه. عملت شغل جامد طبعا في الاخر. انا حاولت السنة حاولت ان انا اجيبك اخر مرتين الاسبوع ده، هم اللي فرقوا معايا. موسم سيزون حلو خلص طبعا، ده اول سيزون. بشكر كل الناس اللي معانا. استنى بس، دي مش الراب اب، دي لسه دي اخر راوند. ماشي برضه بنشكرهم معايا ونشكرهم في الاخير لما سيف يجي. بس حلقه حلوه يعني. الشغلات كانت لذيذه بصراحه، والبريمير ليج السنه دي كان مختلف شويه طبعا مع كورونا، لكن الاسبوع الاخير كان في شد وجذب. يعني انت يمكن عندك في لعيبه ما لعبتش برضه، وانا عندي 2 أو 3 لعيبه ما لعبوش.